كنا معكم فنفوز فوزا عظيما غريب. يا مظلوم كربلاء سلام على الحوراء، ما بقي الدهر. سلام على الحوراء، ما بقي الدهر. وما طلعت شمس، وما أشرق البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بيوم جرت حزنا له الأدمع الحمر. لقد عاينت، اسمع هذا الشاعر السيد محمد رضا الهندي رحمة الله عليه، لقد عاينت جسم الحسين مبضعا، لقد عاينت جسم الحسين مبضعا، فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر. رأته فنادت: يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. أيمنعك القوم الفرات وورده؟ وذاك إلى الزهراء من ربها مهر. أخي أخي، إن سرى جسمي فقلبي بكربلا مقيم، إلى أن ينقضي مني العمر. علي عزيز صعب، علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بوادي الطاف يصهر كالحر. أخي بعدك الأيام عادت ليالي، أخي بعدك الأيام عادت ليالي. يا 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 علي فلا صبح هناك ولا عصر. يا حسين سواها الدهر أمشي غريبة بهالحال، لك شاير وارتحل عنك غصيبة. أنا قلب شعب يا حسين لا تعتب علي، ذوبت قلبي وشيبتني الغاضرية.
ما كان بيدك يا الأخو لاهو بديا يا مقدر من الله وكل من يصيبه نصيبه. يقول ملا منصور آل شهاب رحمة الله: أنا لا أذنى لي وحصلت يا حسين تمكين، لا أذنى لي وحصلت يا حسين تمكين، والله لغسل هالجسد بمدامع العين، لكن يا خويا الكفان والكافور من وين، والنعش قل منين يا خويا نجيبه. ودي اجيم بحضرتك واشم ريحك وانصب عليك ظلال يا الوالي وزيحك عن حرة التربان واحفر لك ضريحك عنك يا خويا شيلتي اعظم مصيبة. أنا لا تقول مرت بي وشافتني بلا ضلال يا ويلي بلا ضلال، لو ردت اشيلك جسمك مقطع ما ينشال، شلون الجنازة ترفع من غير شيال، والنعش قل منين يا خويا نجيبه. وتخاصرت سكنة على المذبوح ضامي، هذه إلك وإلى الفقيد الغالي. تخاصرت سكنة على المذبوح ضامي لن يكلمها من المنحر الدامي، قلها يا سكن الشيعتي بلغي سلامي، وقول انذبح بويا ومشيت زينب غريبة، العاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. بلا شك الله جل وعلا يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. يعني هذه العبودية كما جاء في مضامين الأحاديث والروايات أن من العبودية لله جل وعلا أن يعتقد المؤمن أنه ملك لله، وأن ما يملكه إنما هو كل شيء يملكه هذا الإنسان. يقولون عنها شنو؟ الملكية الاعتبارية. أنا أعتبر أن هذا الشيء ملكي، وإلا في الحقيقة والواقع أنا وما أملك من مال وعقار كلها ملك لله. فإذا الإنسان استحضر هذا المعنى يهون عليه كل شيء. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله، زين، وإنا إليه راجعون. فالمرجع لله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وتقرأ نفس المعنى في
ما أدلى به مولانا أبو الحسن الهادي سلام الله عليه في الزيارة الجامعة. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. نفس المعنى هو يعني ما يصطدم. إياب الخلق يعني رجوع الخلق. إياب الخلق إلى محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. إياب إلى من؟ إلى الله. رجوع الخلق إلى أهل هذا البيت رجوع إلى الله. حساب الخلق على يد علي بن أبي طالب حساب من قبل الله جل وعلا أو على يد الله جل وعلا. يعني شنه؟ يعني هؤلاء وسائط في الحساب مو تكلف. تقرأ في الآيات في القرآن الكريم في قوله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها. زين بعد قل يتوفاكم ملك الموت. بعد حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا. فآية تنسب قبض الأرواح إلى الله جل وعلا وآية تنسب قبض الأرواح إلى ملك الموت وآية تنسب قبض الأرواح إلى الملائكة. تصطدم الآيات؟ ما تصطدم. الله جل وعلا القائم على كل شيء. زين والواسطة زين المقدمة أيضا في قبض الأرواح ملك الموت والملائكة. زين وسائط في قبض الأرواح وإلا الولاية المطلقة لله جل وعلا وهو المتصرف في كل شيء. زين كذلك يوم القيامة الله جل وعلا يقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. شنو يعني؟ يعني يا محمد ويا علي ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا خطاب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلى من؟ وإلى أمير المؤمنين. بس هالكلمة هذه الإمام في مضمون الرواية ينظر إلى الناس وهم يطوفون حول الكعبة ولكأن الإمام موجود طبعا ما يكترثون بوجوده. لكن الإمام يقول إياب هذا الخلق إلينا وحسابهم علينا في مضمون الحديث. فأما ما كان بينهم من عداوة فنحن نصلحه يوم القيامة. يجي مؤمن ظلم مؤمن. بعد المؤمن إذا حتى لو انظلم حتى لو هو مؤمن لكن يجي يوم القيامة مظلوم يبغي حسنات بعد. زين يقول لا يقول الإمام نحن نصلح بينهم يوم القيامة ونستوهب الظلامة فيصفح المظلوم عمن ظلمه من المؤمنين. فأي سعادة ما خاب من تمسك بكم. زين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما ولايتي لأمير النحل. الله يرحم المرحوم. الله يرحم المحبين. الله يرحم المحبين. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني
انت ما في واحد من صغرك، كل واحد من عندنا كبير لو صغير، من هو طفل صغير عمره سنة وأقل من سنة تحملت ذيك المحبة وتوديه إلى مأتم سيد الشهداء، بعد من فتح عيونه على الدنيا وهو يسمع حسين حسين. هذا الكشميري يقول الحسين سقى الحر وجماعة الحر، فيخاطب الحسين، انت بعد خاطب الحسين، سقيت عداك الماء، سقيت عداك الماء منك تحننا بأرض فلات حيث لا يوجد الماء لولا، سقيت عداك الماء منك تحننا بأرض فلات حيث لا يوجد الماء، فكيف إذا تلقى محبيك في غد عطاشا من الأجداث في دهشة جاءوا بأبي وأمي، من تكون يا صاحب. هذه في أي موقف؟ إذا وضع المحب في القبر. الله يرحم هذا الشاعر، وفق في هذه الأبيات. من تكون يا صاحب هالأنوار المضية قل ما تعرفني غريب الغاضرية، ما تشوفني بلا راس ومن نحري أحاجيك، ومن تلف الماتة متنادي ويلي عليك، تبكي على مصابي يا شيعي شلون أخليك، لجلي يا شيعي لابس ثياب الرزية. شيعي أبسألك يا اللي تبكيها بعز وجلال أهلاك على التابوت شالاك، مغسل مكفين وحفروا قبرك وارو، لا من بعد موتك على التربان خلاك، مثل ثلاثة أيام بالغبرة رمي. وأحسن ثلاثة أيام لا مغسل ولا مكفن، تريد تعرفني منه أنت؟ قال أنا اللي مثلي بالخلاء آيق ما حد انصاب، كم شاب شفته معفرين فوق التراب، تفطر قليبي وراسي من الهضم شاب، وذبحة رجالي في طفوف الغاضري. وأحسن أنا اللي ما حد تلوى في الخلايق مثل لاعي
ذبيح الذبحة وبصدري كل ما جذب ونا جرب خدي دموعي عطشان ضامي يجذب الونا خفية. والله يستاهل المرحوم هالونا بعد هالمقطعين ها اي ون وياي وصل الثواب الى قبر المرحوم ها. وايش بعد ابا عبد الله قال فت مهجتي شيعي رضيعي ذبحنه ايه ايه فت مهجتي شيعي رضيعي ذبحنه يفحص على صدري وفجع قلبي بونينا وأحسن بعيني نظرته بسهم نحرم طوقينا بالغاضر ينصب بسهام المنية ولا أنا الذبيح بكربلاء المذبوح عطشان وأنا اللي صارت جثة للخيل مدى ورضى وعظامي وعلق وراسي على سنا وبنارهم حرقا وخدور الهاشمية حسين بعدك لا هنا عيشون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم. فقيدنا الغالي تغمده اللهم بواسع رحمتك واحشره اللهم مع محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. راحلة وجه إلى المقبرة الآن إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع الفاتحة مع الصلوات.